السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي ومتابعين، أقدم لكم موقعين جميلين ورائعين في مجال يختصان في مخططات الهواتف. أنا في الحقيقة يعني أعجبني هذين الموقعين بالنسبة لسهولة الحصول على المخططات بالنسبة لمخططات أبل، آيفون والنوكيا والسامسونج والسوني بالنسبة لهذا الموقع. إذن أحبابي، طريقة الحصول على المخططات من هذا الموقع الأول هي سهلة جدا وسهلة. فمثلا نوكيا 100، هذا على سبيل المثال فقط، نوكيا 100 نضغط هنا ثم تظهر لنا خانة داونلود ونضغط عليها ثم نقوم بتحميل المخطط. يعني هناك مخططات كثيرة، يعني هناك الصفحة الأولى والصفحة الثانية، يعني 18 صفحة تقريبا. نعم، إذن هناك مخططات كثيرة. هذه الموقع هي مفيدة جدا جدا ويحتاجها كل من يعمل في صيانة الهواتف، فعند حدوث أي عطل لا بد من تتبع المسارات التي قد تكون على التوالي أو قد تكون على التوازي، لكي يعني يتم قياس المسارات هل هي بشكل جيد أو إذا ضاعت في حالة ضياع مقاومة ما هي اسمها أو قيمتها. يعني كل هذه المعلومات لا نحصل عليها إلا من خلال المخططات. هذا بالنسبة للموقع الأول، فهو يحتوي على 4 موديلات. أما الموقع الثاني، يعني كل هذين الموقعين هما يعني يختصان في المخططات. أما الموقع الثاني فهو به موديلات أكثر من الموقع الأول. نعم، هناك موديلات كثيرة على حسب يعني الأنواع المشهورة، لينوفو، إل جي، موتورولا، نوكيا، سامسونج، سيمنز، سوني، إيركسون إلى آخره. إن ما يهمنا نحن هم الأنواع التي هي منتشرة وموجودة الآن، مثل وخصوصا السامسونج، فهو يحتوي على الكثير من هواتف السامسونج، نعم، التي نحتاج إلى مخططاتها. وأيضا نفس العملية، يعني نختار الموديل الذي نريد. مثلا نحتاج إلى مخطط سامسونج E9900، يعني سامسونج جالاكسي S3، نعم، ثم نضغط هنا ثم نضغط على داونلود. نعم، اذا ونقوم بالتحميل بكل سهولة، عفوا، نعم، بهذا الشكل ثم نحصل على المخطط. نعم، اذا بعد تحميل المخطط، اذا كما لاحظتم يعني تم تحميل المخطط بكل سهولة. ثم نرى مثلا يعني لمحة خفيفة على المخطط، فالمخطط يكون بهذا الشكل، يعني سيرفيس مانويل، نعم، للسامسونج S9900. نعم، إذا أحبابي فنحن نحتاج هذه المخططات كثيرا كثيرا في إصلاح الهاتف وتتبع مسارات والحصول على أسماء الأي سي هات، وربما نحتاج إلى بعض الأرقام للحصول على القطع البديلة إلى آخره. إذا أحبابي أتمنى أن تستفيدوا من هذا الموقع أو الموقعين الجميلين الذي أحيانا نحتاج إلى المخططات، وأتمنى أن أكون قد شرحت الموضوع جيدا، وأستودعكم الله. بالنسبة إلى روابط الموقع سوف تجدونها أسفل الفيديو، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.